ان الثوره قد انتهت وهبت رضاها حين مارسوا اساليب الترهيب والاعتقال والخطف المعتاد عنهم ضد الناشطين واخرها ما حصل في المثنى وبابل. وهذا يكشف زيف ادعاءاتهم ووعودهم السرابيه واحقاق قضيه الشعب والعراقي في الاستماته من اجل الخلاص منهم نهائيا وجذريا. باسم محتجي العراق الابطال نستنكر الدور الهزيل لممثله الامم المتحده جيليان بلاسار خاك ونوجه رسالتنا الى منظمه الامم المتحده وندعوها باسم الانسانيه للنظر لهذا الشعب الجريح الذي ظن ابدا انها ستقف معه وستكون عونا له، لكن للاسف لم ترتقي حتى لموقف الحياد منه متجاهله عمليات القتل في وضع النهار والخطف والاحتيال. انتم ايها السياسيون المارقون المتسلطون على رقاب الشعب، انتم ايها السياسيون المارقون المتسلطون على رقاب الشعب، اعلموا جيدا اننا لن يهدع لنا بال او يرف لنا جفن الا بالقضاء على فسادكم ودك مراجعكم مهما طال الزمان واشتد الطرف، مهما غيرتم من خططكم والواعيبكم واساليبكم الميليشياويه ومارستم ضد الحملات والوسائل الرخيصه التي لن تزيدنا الا عزما واصرارا لبلوغ اهدافنا. واعلموا ايضا ان مرشحكم مرشح الاحزاب والمحاصصه مرفوض رفضا قاطعا، مرفوض رفضا قاطعا لا رجعه فيه ما دام مخالفا للضوابط الشعبيه المعلنه مسبقا. وهذا الرفض جاء من خلال اجماع كل المحتجين في جميع المحافظات، فلا تستغفلوا او تضلوا الناس عن طريق اعلامكم وفضائياتكم المموله من قوت الشعب، لن تخلط الحقائق كعادتكم. استراحت مقاتل ونعود، وها هي بشرى الخير تلوح بالافاق بعد ان اعددنا العده للوعود من جديد للعوده من جديد.